وفي ثاني أيامه بالهند شهدت زيارة الرئيس السيسي نشاطا مكثفا، بدأ باستقبال رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء للرئيس السيسي في ساحة القصر الجمهوري، كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا موسعا لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال لبحث زيادة الاستثمارات في مصر، فيما زار ضريح الزعيم الهندي المهاتما غاندي. في ثاني أيام زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي، استقبلت السيدة رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين للبلدين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن الامتنان على دعوته لزيارة الهند وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متوجها سيادته بالتهنئة بمناسبة احتفالات الهند بعيد يوم الجمهورية، ومعربا سيادته عن التقدير للدعوة التي تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال هذه الاحتفالات، بما يعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقتين، خاصة في ظل متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والهند ومدى تميزها. اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه للدولة الهندية العظيمة بالتهنئة وبالتحية والتقدير الكبير بمناسبة يوم الجمهورية اللي يوافق 75 عام، وبالمناسبة هذه المدة هي برضو تتوافق مع 75 سنة من العلاقات بين مصر وبين الهند. وبالمناسبة دي أتقدم بالتهنئة أيضا حكومة وشعبا إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي بالتهنئة، وأتقدم بالتقدير والاحترام للقيادة الهندية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي أنا قبلت بيه في الهند. والحقيقة ده شرف عظيم ليا أن أنا أكون ضيف شرف بمناسبة هذا الاحتفال، وده أيضا تقدير كبير أسجله باعتزاز للقيادة الهندية. واسمحوا لي لكم أن العلاقات المصرية والهندية عبر عقود كانت بتتسم دايما بالتوازن والاستقرار، والحقيقة كانت لم تصادفها خلال هذه السنوات الطويلة إلا العلاقات الطيبة والمتطورة والدور الجيد في السياسة الدولية. واسمحوا لي أقول لكم أن احنا من خلال هذه الزيارة نتطلع إلى تطوير العلاقات والتعاون مع الهند في كافة المجالات، وصولا إلى شراكة استراتيجية بين البلدين. ننظر بتقدير شديد واحترام شديد للمسار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة وفي التطوير والنجاحات التي تحققت على مستوى الدولة الهندية العظيمة. اسمحوا لي مرة تانية أن أنا أتقدم بالتهنئة بهذا الاحتفال يوم الجمهورية، وأتمنى للشعب الهندي والحكومة الهندية كل التقدم.
كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجمع القصر الرئاسي الهندي بنيودلهي السيد سوبرامانيام جايشنكر وزير خارجية الهند. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة عمل مع عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية لبحث سبل تعظيم الاستثمارات الهندية في مصر وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في كافة الأنشطة التجارية. كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي ووضع إكليل من الزهور على قبره. كما استقبلت السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر راشتراباتي بافن الجمهوري بنيودلهي.